أكسجين مصر، نحن نسعى لإثبات الحقائق المجردة لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة. آخر مرة أكلت فيها لحمة كانت إمتى؟ لا باكل لحمة أنا محترم مستور يعني الحمد لله، مش وصلت ما وصلتش للمرحلة دي يعني. لا تمام، بس يعني أنا أقصد بالنسبة للأسعار وكده، شايف إن الشعب يعني أنا جايب كيلو اللحمة ب 150 جنيه من جزار في المهندسين، بس لحمة تتاكل يعني. انما اللحمه بتاعت الجمعيات دي فاهمه، واللحمه بتاعت الجيش كلها سامعين انها مقتوله ومضروبه وحالتها كرب يعني زباله يعني. طب ايه رايك في الاسعار؟ الاسعار ده جنان، دي اسعار جنان، ده يعني احنا مستورين ممكن ضرب. طب الفقير يعمل ايه؟ يموت. طيب والمرتبات زي الزفت. شايف المرتبات بتتناسب مع الاسعار؟ لا طبعا، يعني النهارده انت رفعت سعر الجنيه، اسف خفضت سعر الجنيه، بقى مش محصل ملي من ايام ما كنا احنا شباب. الاستاذ بيقول اما الفقير يعمل ايه؟ الفقير يعمل ايه؟ انا مستور، طب الفقير يعمل ايه؟ اللي رزق الفقير في الرخص هيرزقه في الغلا. لا انا ما اقصدش الفقير يعمل ايه، ما ماشي، ما رب رزق ربنا يا ابني، ما هو الرزق ربنا، ولكن انا بتكلم على الوضع. دلوقتي بنتكلمين على الوضع، الاسعار وضع عالمي. عالمي انت عسل. الاسعار طبعا شغل جنان، يتكلم الكلام شغل اللي ماسك الدوله متخلف عقليا عشان اعوم الجنيه. بص يا بنتي، احنا ناس اقتصاديين ودارسين يعني، عشان انا اعوم الجنيه لابد ان اكون انتاجي اكتر من استيراد. انا النهارده لا بنتج ولا انا دوله متخلفه، انا كل عيشتي على الاستيراد. اعوم ازاي؟ اعومه ازاي يعني؟ معنى ان انا اعومه يعني احطه مع مراهنه مع الدولار ومع العملات الاجنبيه، صح؟ هل هو بيتحط في مركب مراهنه؟ ملوش مراهنه، ماينس، كل جنيه بالماينس دلوقتي. انا بقول لحضرتك ايام ما كنا في الجامعه، طلبه في الجامعه، كنا بنجيب رغيف وفي خمس طعميات، خمس حبات طعميه، الطعميه النهارده بجنيه عند جاده اهي، الحبايه بجنيه، صح؟ كنا بنجيب ده كله، طبق سلطه قوطه وطبق سلطه طحينه واحنا في الجامعه بكام؟ بتعريف. النهارده بكام بقى؟ وانا راجل داخل على 70، ها؟ بكام؟ احسبيها بقى. مش اقل من 10 جنيه. طب اذا الجنيه مش محصل ايه؟ محصل المليم؟ زمان؟ مش محصل المليم. طب العيب مني بقى ولا من اللي ماسك البلد؟ اللي ماسك البلد فاشل. ما مسكهاش 30 سنة، لا مش فاشل. ما مسكهاش 30 سنة. اسكت بس، ما تتكلمش. سنتين ثلاثة. ما مسكهاش 30 سنة. لو أنت مسكت البلد هتعرف تديرها. احنا هنصور مع حضرتك بعد ما نصور معاك. احنا لما نصور مع الأستاذ هنصور معاك الأول اللي أنت عايزه. ما كانش حصل كده، ما كانش عاوم الجنيه. لو كان ناجح. ما كانش عاوم الجنيه، عاوم الجنيه ليه؟ يعومه ليه؟ يا ابني افهم بقى، أنت دارس إيه؟ أنت خريج إيه؟ بالدراسة. لا بالمخ طبعا، امال بايه؟ واحد انت خريج ايه؟ بالدراسه طبعا، امال بايه؟ ايه راي حضرتك؟ انا عشان اعوم الجنيه لازم يكون ليا ايه؟ دراسه اقتصاديه. لازم دراسه، ما انا اعومه كده وانا دوله اساسا مستورده، يبقى انا بهرج، مش كده ولا ايه؟ اكيد. تمام. ايه راي حضرتك في تيران وصنافير؟ مصريه طبعا. طيب وبالنسبه لحكم المحكمه اللي طلع قال ان هي مصريه وطلع تاني حكم تاني من محكمه تانيه لغت؟ بص بقى، ده في تعارض بين المحكمتين، ولكن المحكمة الأصلية المختصة بهذا الكلام محكمة القضاء الإداري ومجلس الدعوة. إنما أن أنا النهاردة بلعب على الحكم وبلعب لعبة سخيفة، إن أنا أقول محكمة أمور مستعجلة، دي اسمها محكمة أمور مستعجلة، محكمة أمور وقتية، ما بيتاخدش بكلامها يعني. أنا حتى كمحامي لما بيربع دعوة مستعجلة، هل بتبقى دعوة نهائية؟ لا. ولا المدعي عليه بيرفع يعمل استئناف، يعمل إشكال في الحكم؟ بس كده يبقى ده تهريج من الحكومه، ده تهريج، ناس مش فاهمه حاجه بتلعب في اي حاجه. طيب شايف ايه السبب اللي خلاهم يقولوا ان الجزر سعوديه وهي مصريه؟ بيع بقى، بيع، كله بيبيع النهارده، اللي بيعرف يبيع يبيع. ما هو البلد الاقتصاد تحت الصفر يا بنتي، هو مش عارف هو بيلا. بصي لما اجيب واحد فاشل يمسك دوله لازم يغرقها، لما اجيب واحد لا اللي يمسك الدوله دي ينجحها رجل اقتصاد بيفهم، ما جيبش واحد خريج حربيه يمسك دوله. ما انت بقى لكم 60 سنه 65 سنه ماسكوا الحربيه، عملوا في الدوله ايه؟ الدولار كان بكام؟ كان بريال ايام الملك فاروق، اخر ايام الملك فاروق كان بكام؟ بريال. كان سنه 54 كان بريال برضه، قبل ما العمليه بقى تخش في حرب اليمن وحرب المعيز والكلام الهبل اللي عمله عبد الناصر، صح؟ مين اللي ضيع البلد؟ العسكريين. العسكريين اللي ضيع، خربوا البلد.
ده لو الدولة عايزة راجل اقتصاد بيفهم، إنما إحنا عشان شعب متخلف أو نسبة عالية مننا متخلفة فبنقول بنسقف للعسكري. بص يا بنتي عشان تفهمي القصة، حكم العسكري بيقول إيه؟ سياسة تجويع عشان أعرف أحكم، ده دماغتهم كده، عشان أعرف أحكم البلد دي لابد أن أخلي المصري ده جعان، ها اتنين متخلف يعني مش متعلم ماشي جاهل، خدت بالك مريض أقدر سيطر عليه، ده دماغهم كده من أول ما اتولدوا، من أول 52 وما كده مش هيتغيروا بقى. أنت هجيب واحد خريج حربية ده مؤاخذة لا درس اقتصاد ولا درس حاجة زي أستاذ في الجامعة، ما احنا لازم بقى نميز بقى. تتوقع ايه المرحلة الجاية؟ المرحلة الجاية إذا استمرت بهذه الصورة ثورة جاية. مليون المية الشعب مش هيقدر. انا بقول لك انا مسطور، طب غيري مش مسطور، طب يعمل ايه لما اكون واحد فقير؟ انا النهارده كنت بدي ناس، انا بقول لك بصراحه كنت بدي ناس غلابه، دلوقتي ما بديهمش لان اللي بيجيني على قدي وانا مسطور. الاول كنت بدي، ما هو الطبقه المتوسطه اللي بتدي الفقير، الطبقه المتوسطه يا بنت النهارده اتمحت، دخلت قربت من الفقر، يبقى هعمل ايه انا واولادي ولا ادي للناس؟ فهمتي؟ انما في طبقه غنيه، طبعا بقى في النص في المية دي عالم تاني بقى، دول عواديد. طيب حضرتك شايف ايه الفرق بين 25 يناير و 30/6؟ لا 30/6 دي بص، 25 يناير كانت ثوره فعليه، ثوره شباب ناضج وفاهم ازاي يعيد البلد لنصابها. انما 30 يونيو ده فعل مخابرات بقى، ده لعبه اتعملت كده على الراجل غلبان مرسي وعلى الناس وبتاعه ولبسوه الراجل في الحيط. شايف الاخوان نجحوا ولا فشلوا في اداره البلد؟ لا الاخوان ما نقدرش نقول فشلوا لانهم ما مسكوش البلد اساسا. في فرق بين ان انا امسك وسيطر، معنى ان انا امسك وسيطر يعني ايه؟ يعني وزاره الدفاع تحت رجلي احركها زي ما انا عايز كرئيس دوله، صح؟ الداخليه معايا ماشي، البترول كان معايا، كل دول كان ضده، كل دول كان ضد مرسي، يبقى هينجح ازاي؟ الداخليه ضده، يعني روح يعني ايام مثلا ما مرسي مسك كان روح اعملي محضر في البوليس، وانا محامي خدي بالك، اعملي محضر في البوليس، اعملي مش عارف ايه، البوليس بيسيبك يقول لك لما مش هنشتغل انا لما الراجل ده يمشي. روحي اعملي اي موقف بقى. البترول كان بياخد النوت، وكان بينزل على النت الكلام ده، كان البترول بيترمي فين؟ بيترمي في الصحراء عشان الناس ما تلاقيش بنزين عشان يعملوا مشاكل. محط وزاره الكهرباء لسه كانت بتعطل الاناره مخصوص عشان الناس تشتف، والراجل بقى دكتور مهندس ولا حربيه. يا جماعه هتقولي انت اخوان، والله ما اخوان ولا اعرف عنهم حاجه، اقسم بالله يا بنتي ما اعرف عنهم حاجه ولا شفت واحد اخواني، بس ربنا عرفوه بالعقل، دكتور مهندس ولا واحد خريج حربيه بتاع صفا وانتباه ومشاه وصعقه ونط ثقه والكلام الفارغ ده، مين اللي يفهم في الاقتصاد؟ مش ربنا خلق الدنيا كده؟ لما اجيب واحد ما عندوش فكره عن اي حاجه، بدليل هو ما هو عمل الترعه بتاعت الاسماعيليه اللي عملتها وخد 64 مليار وعمل ايه؟ طب ما لم فلوس من الخليج بالهبل، راحوا فين؟ وراحوا فين فلوس الخليج؟ انا عايز سؤال، المليارات الخليج اللي جت يمين وشمال ادوله بالهبل، راحوا فين؟ بس خلاص خلص الفيلم يعني. طب شايف ان الاخوان، خدي بالك ان انا ضابط سابق عشان بس اعرفك، يعني انا ضابط سابق بس خريج حقوق، يعني شايف الاخوان كانوا مدوا مساحه للشعب من الحريه كافيه ولا كان في حاجه؟ الاخوان يا عيني كان بيتضربوا على قفاهم، احنا هنضحك على بعض، ده كان مرسي بيتشتم بيتقال له ابن سنيه. النهارده حد يقدر يحك في السيحي في السيسي؟ قال الرجاله بقى اللي زينا بقى العواجيز دول، انما الشباب حتى بتلاقي يخاف، انما الاخوان هو حد ده رئيس دوله من اول اسبوع كان بيتعمل ضده مظاهرات. تتوقع في الفتره الجايه يكون في تحالف بين التيارات المدنيه والاخوان؟ المفروض لو احنا عايزين نصح البلد ونرجع امه محترمه لابد يكون في تحالف، لان الراجل ده خلاص، الراجل ده مخه مش طبيعي، الراجل ده محتاج علاج نفسي. تفتكر لو حصلت ثورة تاني هيكون العسكر محضرين بديل عسكري ليهم أو بديل تحت؟ حتى لو حضروا بقى ما يلدغ، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. يعني حتى لو حضروا بديل عسكري، لا والله لو جالي واحد عسكري من عند ربنا سبحانه وتعالى أنا مش عايزه، ده خليه في المجال بتاعه، دكتور دكتور، المهندس مهندس، الضابط ضابط، أنت ضابط يا عم جيش خليك في الجيش بتاعك، تفهم إيه؟ هتفهم إيه في المحاماة؟ تفهم إيه في الطب؟ فهماني يا بنتي؟ بس لازم العقلية دي، لازم العقلية تستوي بقى.
ولازم الناس يرجعوا صح، الناس يبقوا يد واحده بقى. انما راجل شرقاوي، انا خد بالك من انا شرقاوي يعني، خد بالك الاصل شرقاوي، راجل شرقاوي محترم، دكتور مهندس اتحط في السجن، الدنيا اتقلبت موازينها عشان ضابط حربيه متخلف لسه ابن امبارح يمسك البلد، والنتيجه ايه؟ المهندسين ولا الحربيه؟ ما هو برضه هنرجع ونقول لما مرسي جاب السيسي عينه وزير دفاع، لا ما هو بصي خرجت مظاهرات ضده لان السيسي كان من ضمن المجموعه اللي كانت في المجلس ده العسكري اتعمل عليه. لا لا، كان السيسي من ضمن اللواءات اللي كانوا في المجلس العسكري، كان مسؤول عن كشوف العذريه اللي اتعملت للبنات في التحرير. خرجت مظاهرات من شباب التيار المدني بتطالب بعدم تعيين السيسي، خرجت وقتها جريده الحريه والعداله تقول وزير دفاع بنكهه الثوره. لا ما هم اتضحك عليهم، ما اتضحك عليهم. وبعد كده خد بالك من حاجه، اصل هو كان لازم مرسي كرئيس دوله، فبقول لك هو مكبل الى دين، كان لازم يختار واحد عده من اعضاء المجلس العسكري عشان يمسك وزير الدفاع. امال يختار مين؟ ان الاخوان وصلوا للحكم بصفقه خروج امن زي ما بيقولوا بين الاخوان، ان هم يخرجوا طنطاوي خروج امن ما يتحكمش عن المجازر اللي عملها في عهده، مقابل ان الاخوان يوصلوا للحكم. لا ما اعتقدش. ليه؟ لانه ما شالوه بعد كده. طب ما هو كرمه. لا التكريم ده يا بص يا بنتي، يعني احنا كضباط في الجيش سابقا، يعني التكريم ده شيء يعني شكلي، مش معنى انا بكرمك ان انا راضي عنك، ده انا طلعك معاش بكرمك ازاي، يعني عمليه شكليه، انما مش تكريم زي ما الناس فاهمها تكريم. لا لا عادي، اي واحد بيطلع معاش بيكرموه، ده الموظف في مصلحه حكوميه بيطلع معاش بيعملوا فيه ايه؟ بيلموا له وبيجيبوا له ورده، صح؟ بيلموا له ورده، الموظف بيدوا له ورده. تمام، شكرا. تحت امرك. لا شكرا. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتعليق، ويا ريت اشتراك في القناة، ولو عجبك المحتوى تقدر تاخده، مفيش اي مشكلة.